ده راجل كذاب وافاق وضلالي، وان شاء الله باذن الله اخرته هيتشوي كده في نار جهنم وبئس المصير. بقى انا مش صدفه اللي الكل بيحلف بامانتي اطلع سرقه منه 300,000 جنيه؟ ده انا لو معايا 30 مش 300، والله العظيم ما كنت قعدتلكوا فيها. طب هو كذاب وضلالي ماشي، طب الورقه دي بقى هتقولي عليها ايه؟ والعلم انت يوميها كنت راجعه البيت بالليل واحنا كلنا نايمين ومحدش حس بيك. لا وخبيتي علينا وفضلتي مكتمه على الموضوع لحد الاعلام مجالي. ما تجلنا في السالك يا صدفه وترسينا على الزتونه في ام الحوار ده. سالك وزتونه ايه يا واد؟ ما تتكلم عدل مع خالتك. بقول لكم ايه، عشان انتوا كده شكلكم عايزين تسمعوا اللي يرضيكم، وانا ما عنديش كلام غير اللي انا قلته. انا ورحمه امي، وان شاء الله يا رب ما يطلع عليا نهار. انا لا خبيت عليكم حاجه ولا كدبت. شوفوا بقى انتوا عايزين تصدقوا مين وتكذبوا مين. رحت مع البيت قال استني يا خالتي. خد يا بت تعالي كملي ده وانا هقوم لها.